طيب هذا السؤال الثالث في الورقة الثانية مشابه للسؤال الثالث في الورقة الأولى. يقول لي أفتح ملف البلد بريشر وأبدأ طبق المطلوب. فتحنا هنا ملف البلد بريشر وطالبني أني أقارن بين البلد بريشر 12W والدوز. ولاحظ في الدوز أنه عندي more than two categories، إذن الاختبار اللي نستخدمه الأنوفا. كل ما كان عندي more than two categories نستخدم الأنوفا. نحط analyze fit y by x، نحط في ال 12W في الريسبونس والدوز في الاكس فاكتور. ان الريسبونس زي ما ذكرنا دائما يكون كونتينيوس، الاكس فاكتور دائما يكون نومينال. نحط اوكي زي ما قلنا نستخدم الانوفا. طيب قبل لا نشوف القيم خلينا نحل الاسئله الموجوده عندي هنا. اول شيء الاتش نود بيكون ميو 1 ايكوز ميو 2 ايكوز ميو 3 ايكوز ميو 4 عدد القيم اللي موجوده عندك. اتش 1 بيكون ات ليست 1 از ديفرنت. Response variable زي ما ذكرنا بيكون continuous اللي هو blood pressure 12W. وهذه القيم اللي طالب مني أخذها من الجدول mean of control dose والtest statistic والp value. طب خلينا نشوفها حبة حبة. أول شيء mean of control dose بتكون هنا 176.157 زي ما ذكرنا طلعناه من الأنوفا. التست statistic نطلعها من الإف ريشيو زي ما ذكرنا في المقطع السابق. طالما عندي الأنوفا التست ستاتستيك بتكون الاف ريشيو. بالنسبه للبي فاليو بتكون البروبابيلتي اوف اف، دائما هم يكونوا جنب بعض. طيب البي فاليو عندي اكبر من 0.05 طلعت لي 0.03، اذا الديسيجن حقنا بيكون فيل تو ريجكت ذا هايبوثيسيس و ذير از نو سيجنيفيكانت ديفرنس.